وكويتية وبحق المسلمين والعرب، ومع ذلك هو حر طليق يحمل قلمه دفاعا عن الاحتلال. إنه عبد الله الهدلق. كتب عبد الله الهدلق في 3 يونيو/حزيران في صحيفة الوطن الكويتية قائلا بلغة ومصطلحات سمعها العالم كله من جنرالات وسياسي الاحتلال الصهيوني بعد إدانته جريمة أسطول الحرية: واجهت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أعمال عنف خطط لها مسبقا، وقد كان واضحا وجليا أن المهاجمين كانوا قد أعدوا أسلحتهم مسبقا لمهاجمة الجنود الإسرائيليين، فكان لابد من أن يرد الجنود الإسرائيليون بما في ذلك إطلاق النار على المهاجمين. ويضيف عبدالله الهدلق في مقاله: كانت القافلة المدعومة من حركة حماس التي حاولت اختراق الطوق البحري المفروض على الحركة في غزة كانت استفزازا ومخططا له بشكل مسبق بالنسبة لإسرائيل، فجاءت نتائج التصدي لها عنيفة بمقدار عنف المحاولة، والمنظمون لها مؤيدون لحركات ومنظمات مثل الجهاد وحماس وحزب الله والقاعدة، ولهم تاريخ أسود في مجال تهريب الأسلحة وممارسة الإرهاب. وقد عثرت القوات الإسرائيلية على متن السفن على أسلحة وذخائر خزنت بشكل مسبق. لم يجد موقع وزارة الخارجية الصهيونية الإلكتروني أفضل من مقال الهدلق هذا ليزين به صفحاته، ونتابع قراءة ما جاء فيه، ولكن هذه المرة من الموقع الإسرائيلي الرسمي: الطوق البحري المفروض على حركة حماس في غزة قانوني بسبب ممارسات حركة حماس في قطاع غزة، ولو سمحت إسرائيل للقافلة غير القانونية بالوصول إلى حركة حماس فإن إسرائيل تكون في الواقع قد فتحت ممرا لتهريب الأسلحة والإرهابيين إلى قطاع غزة، وما من دولة ذات سيادة يمكنها التسليم بأعمال العنف ضد سكانها المدنيين أو المساس بسيادتها. الجيش الإسرائيلي يحشد قواته على طول قطاع غزة وجنوب لبنان ليثبت للجميع أن أمن إسرائيل فوق كل ما سواه، وتسقط أمامه كل الاعتبارات الأخرى. هل ما سمعناه وشاهدناه هو نتاج كاتب عربي حقا؟ احكموا بأنفسكم. إنه الكاتب عبد الله الهدلق الكويتي، والناشر هو صحيفة الوطن الكويتية وموقع وزارة الخارجية الصهيونية. وعلى غرار مقال عبد الله الهدلق في الوطن الكويتية وموقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، اهتم موقع إلاف السعودي بمقال هو أكثر جرأة في إعطاء الأحقية للاحتلال. ففي نظر شاكر النابلسي، المسؤول عن كل مصائب الفلسطينيين هو حركة حماس، لأنها ببساطة حركة تقاوم هذا الاحتلال. ثم ماذا بعد عرس الدم؟ عنوان اختاره شاكر النابلسي لمقاله في موقع إلاف السعودي تساءل فيه: من كان سبب كل هذه المصائب والكوارث التي حلت بالشعب الفلسطيني منذ سنوات حتى الآن، ومنذ الانقلاب الدموي الحمسوي على الشرعية الفلسطينية، مما أغلق أبوابا فلسطينية كانت مفتوحة للمرور إلى أوروبا وأمريكا والغرب عامة؟ إن الناشطين الغربيين والأسيويين الذين تظاهروا مشكورين في شوارعهم ورفعوا لافتات الحرية لغزة، كان عليهم أن يطالبوا أولا بتحرير غزة من حكم حماس الطالباني المسروق من الشرعية الفلسطينية. وتحت عنوان من هو الرابح من عرس الدم، تساءل الكاتب: من هو الرابح من زفة قافلة الحرية الدموية؟ هل هو الشعب العربي؟ هل هو الشعب الفلسطيني؟ هل هي القضية الفلسطينية؟
هل هي الشرعية الفلسطينية؟ الرابح الوحيد هو حماس. وما فائدة هذا النصر المزيف للشعب وللقضية الفلسطينية؟ بعد هذه التساؤلات انتقل شاكر النابلسي في إيلاف إلى انتقاد الدول العربية التي تضامنت مع أسطول الحرية، فقال: ما فعلته بعض الدول العربية من إدانة وتنديد ووعيد وفتح معابر وإدخال جرحى إلى مستشفياتها وإرسال مواد الإغاثة، ما هو إلا رفع عتب وخوف من انفجار القنابل الفلسطينية المنتشرة في كل جزء من العالم العربي وتحت وسادة كل عربي، لتترك حماس غزة غدا وسوف يرفع الحصار فورا. من اللافت أن تتزاحم المقالات المنددة بأسطول الحرية في بعض الإعلام العربي كموقع إيلاف السعودي، والسؤال: لماذا تنشر مقالات تذم الشهداء من أجل فلسطين وفي هذا الوقت بالتحديد؟ مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من انقلاب الصورة. شكرا على حسن متابعتكم، إلى الملتقى.